احنا دورنا كجمعيه الامارات ذات ريادة الاعمال هو التوعيه والتثقيف لدخول مجال رياده الاعمال، ايضا التواصل مع الجهات المعنيه في التشريعات ومعرفه التحديات والتطوير والتعاون بيننا وبينهم، ايضا زياره المعارض والتعرف على الشركات او تعاون بين رواد الاعمال والشركات المتواجده في المعرض، مثل معرض ادبك، معرض يعتبر معرض عالمي، وسنه بعد سنه المعرض تزيد عدد الشركات فيه، وهناك العديد من الشركات سواء في مجال التجاره او الخدمات او ايضا الصناعه. فنحن اليوم هني كجمعية الإمارات ريادة الأعمال زايرين المعرض وتعرفنا على كثير من الشركات، ونحاول أن احنا نجمع الأطراف رواد الأعمال والشركات الخارجية أيضا لبحث مجالات التعاون بينهم.